المحظور الذي على الرجل قال تغطية الرأس، تغطية الرأس. المرأة لها أن تغطي رأسها، بل يجب عليها أن تغطي رأسها، لأن هذا من الحجاب المأمورة به، فهي تغطي رأسها. أما الرجل هذا، أما الرجل فلا يجوز له أن يغطي رأسه. وما يوضع على الرأس يعني قد يكون على يعني عدة حاجات، منها أن يغطيه بما يثبت عليه كالطاقية والغترة والعقال والعمامة والبرنس، كل هذه الأشياء مما يغطي الرأس، وهذه ممنوعة كلها. لكن إن غطى رأسه بغير هذه الأشياء، مثل لو غطى رأسه بالحنة، وضع الحنة على شعره، فهذه ليست من محظورات الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو وضع الشمسية مثلا، الشمسية تمنع الشمس أو غيرها عن إصابة رأسه، هذه تغطية الرأس، هذه لا تشملها تغطية الرأس لأنها غير ملاصقة للرأس. لو حمل شيئا على رأسه، حمل كرتون، حمل عفشه، حمل بطانية، حمل ملابسه، وضعها على رأسه وهو يمشي، هذه لا تعتبر غطاء الرأس، مع أنها غطت الرأس، لكنه ما قصد فيها تغطية الرأس، وإنما قصد بها إيش؟ حملها، أن يحملها على رأسه. لو جلس في خيمة، خيمة تغطي الرأس. لو ركب سيارة أو في الطائرة أو في الباص أو في غير ذلك، أيضا رأسه مغطى. وإذا رجعنا مرة ثانية إلى تعبير النبي أفضل من تعبير أهل العلم الذين عبروا عنه بتغطية الرأس، لأن تحتاج تقول لا، مو كل تغطية رأس، تبدأ تشرح تفصلها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس العمامة، انتهى الأمر، فدل على أن العمامة ما يشبهها مما يلاصق الرأس، فهذا بالنسبة للرجل.